سكرام تيم. سكرام تيم هو الهارت بتاع السكرام. كل البرنسبلز وكل الفاليوز وكل الثري بيلرز البروسيس كل دوت بيتعمل علشان السكرام تيم يبقى مور بينيفيشال، يبقى عنده بيرفورمانس اعلى، يبقى كل خطوه بيعملها بتفيد التيم وبتفيد البرودكت او البروجكت اللي احنا شغالين فيه. فدلوقتي هنعرف مين هم الممبرز بتاع السكرام تيم، ازاي ابينيفيت من السكرام تيم، كل ممبر منهم ايه الرولز بتاعته وبيعمل ايه وازاي يفيد التيم، وفي الاخر هنشوف الاوتبوت بتاع الممبرز بتاع السكرام تيم هاو ات بينيفيتس ويز البرنسبلز والفاليوز والثري بيلرز، ازاي بتعامل مع الامبيرسيزم ان انا اوصل لمور افشنسي ومور بيرفورمانس. خلونا ناخد الاجنده بتاع الشابتر بتاع السكرام تيم. اول حاجه هنعرف ايه هو السكرام تيم ومين هم المين ممبرز بتوعه. هنبتدي ناخد اول ممبر البرودكت اونر، نشوف ايه الرولز بتاعته، ايه الريسبونسابيلتيز اللي هو المفروض يعملها، ايه الحاجات اللي هو يبقى مسؤول عنها، الحاجات اللي هو يقدر يساعد فيها، هاو هي ويل مانج البروجكت. كل التفاصيل دي هنبتدي نتكلم عليها مع اول ممبر عندنا اللي هو البرودكت اونر. بعد كده هنتكلم على الديفلوبمنت تيم، ازاي بيمانج الورك، ازاي بيمانج الاوتبوت، ازاي بيستخدم الامبرسيزم ان هو يفيد البرودكت او البروجكت، كل الكلام ده كله. بعدين هنشوف السكرام ماستر، هنشوف دوره ايه، ازاي بيمانج البروسيس، ازاي بيتاكد ان الديفلوبمنت تيم هيبقى مور افكتيف ومور بيرفورمانس. بعد كده زي ما اتفقنا هنقرا الجزء اللي موجود عن السكرام تيم في السكرام جايد، وبعدين هناخد براكتس بسيط كده نتاكد منه ان احنا فهمنا يعني ايه سكرام تيم. بليز يا جماعه ركزوا في الشابتر دوت، لان ده يعتبر زي ما قلت لكم اهم شابتر في السكرام. لو انا عرفت مين هم التيم ممبرز، ازاي كل واحد يقدر يؤدي دوره في التكامل مع بقيه التيم، هيبقى في بنفيتس من السكرام اصلا، من الاجايل اللي انا شغاله، ان يبقى في اوتبوت مظبوط. فالشابتر ده زي ما قلت لكم السكرام تيم هو الهارت، فالشابتر ده يعتبر هو الهارت بتاع الكورس اللي احنا شغالين فيه. خلونا نبتدي مع السكرام تيم. لا، اول بارت من شابتر 5 عندنا. السكرام تيم متقسم زي ما قلنا للبرودكت اونر، ديفلوبمنت تيم، السكرام ماستر، وكل دول مع بعض بيتقال لهم سكرام تيم. في الاجايل او في السكرام انا ما بتعاملش مع ممبر، ما بتعاملش مع واحد واحد ازاي بياخد شغله واساين، الكلام ده ما هوش موجود في السكرام. السكرام تيم بيتعامل از وان يونت زي ما احنا قلنا في الامبرسيزم، في ان احنا كلنا بنقيم ان احنا نجو تو البروجكت جول او السبرنت جول. سكرام تيم انكلودنج برودكت اونر، سكرام ماستر، ديفلوبمنت تيم، بكل الممبرز الموجودين جوه الديفلوبمنت تيم بيتعاملوا از وان يونت. احنا حققنا الجول بتاعنا او ما حققناش، واحنا كل ممبر من السكرام تيم بيبقى ليه رولز معينه بيشتغل فيها، بس في الاخر لينا وان جول. البرودكت اونر بيمانج البرودكت باك لوج، الريكويرمنت بتاعت البروجكت، لسه بقى هنخش في الديتيلز بتاعت البرودكت باك لوج وازاي بيتعمل والكلام ده كله، بس هو المسؤول عن الريكويرمنت، هو المسؤول عن البيزنس زي ما احنا قلنا قبل كده. فالبرودكت اونر بيمانج البرودكت باك لوج، بيوبتمايز الفاليو اوف ذا برودكت. فاكرين لما كنا بنتكلم قبل كده كنا بنتكلم ان كل البروجكت اللي شغاله اجايل او شغاله سكرام اهم حاجه عندها ان انا اديليفر فاليو، فعشان اديليفر فاليو فانا لازم اوبتمايز الفاليو، لازم اقدر ان انا اوصل لاحسن فاليو في وقت قليل. ما انا كده كده بعمل انكريمنت افري سبرنت او افري ريليز او كل فتره، فبالتالي لازم اشوف ايه اكتر فاليو واوبتمايز الفاليو دي علشان اخلي البرودكت بتاعي ليه فاليو اعلى في الماركت. المسؤول عن الكلام دوت البرودكت اونر. الديفلوبمنت تيم هو اللي بياخد الريكويرمنت اللي احنا اتفقنا عليها مع البرودكت اونر ويبتدي يشتغل بيها. البرودكت ديفلوبمنت تيم بيمانج ات سيلف، معنى هنخش طبعا في الديتيلز دي، بس معنى مانج ات سيلف ان مفيش في السكرام، مفيش في الاجايل حد تيم ليدر بيقول لك خد دي اشتغل فيها وهتاخد وقت قد ايه والكلام ده كله. كل شخص، كل ممبر بيبيك هيز اون تاسك اللي بيشتغل فيها بالاتفاق مع التيم، بنشوف احنا هنشتغلها ازاي. التيم از هول از ديفلوبمنت تيم كله هو اللي بيشوف هنعمل التاسك ازاي، هو اللي في الاخر بيطلع الانكريمنت، هو اللي بيطلع الفاليو اللي بتروح بعد كده للكاستمر، اللي هو اللي بيزود كل سبرنت او كل ريز انا بعمل الاضافات بتاعتي. السكرام ماستر هو اللي بيمانج ان الشغل في السكرام زي ما احنا كنا قلنا قبل كده، هي احسن وقت السكرام ماستر فيكم بيتشاف انه هيز انفيزبل، انه ما بقاش متشاف اصلا، يبقى البروسيس ماشيه سموزلي،
ان كل واحد عارف دوره، عارف ايه اللي هو مطلوب منه جوه السكرام، ايه المطلوب منه جوه اتش ايفنت، كل ارتيفاكت المفروض يعمل فيه ايه. فهو اللي بيمانج السكرام بروسيس، وهو اللي بيريموف الامبيدمنتس لو في اي مشاكل ما قبلك، قبل التيم، قبل البرودكت اونر، في اي تفاصيل مختلفه موقفه الافشنسي. الديفلوبمنت تيم ملوش دعوه بيها، البرودكت اونر ملوش دعوه بيها، اللي بيرموف الحاجات دي السكرام ماستر. هما البرودكت اونر والديفلوبمنت تيم بيكونتاكتوا السكرام ماستر بحيث ان هو يريموف الامبيدمنتس دي. في حاجه في الديفلوبمنت مش قادر اعملها، محتاجين سم اكويبمنت عشان نحقق سم فاليوز، فبالتالي هو المسؤول عن الحاجات دي. ده كده باختصار شديد الثري رولز.